السرعه نحن حاليا سوق الفيصلية، سوق الجمل الفيصلية. والله الحمد لله السوق زين، يعني الأسعار تقريبا مثل ما هي. اكو شغلات عرض وطلب، يعني تعتمد على فرق السعر مال الدولار زائدا النقل، شيء بسيط صاعد ربع نازل ربع عن السوق، بس عموما هاي الاسعار. يعني صار ارتفاع يعني بشهر رمضان، حاليا كرمضان وقبل رمضان ماكو اي ارتفاع بالاسعار، بالعكس نحن عندنا معظم الاسعار نزلت عن السعر الحقيقي، لانه يعني عليها طلب ما عليها طلب، قسم مشترى قديم قسم مشترى جديد، المهم الاسعار تقريبا ثابته عندنا. شنو المواد اللي صاعده عندك سعرها؟ والله سعود سعود ما يعني كلامي واضح، احنا يعني نقطه التزام اي بضاعه يعني فيها شيء رمزي، يعني تدري بس كتحريكة او نقل او شيء غليل، يعني ما كنت الصعود يعني. يا مشكورين. لا يا سالي يا مواد اللي صاعده الصعود فيها شنو؟ قاعدين بطالين، لا شغل ولا مشغله، فاش يعني هم مدة من ننزل على السوق هم شيء مناسب تمام، لو لا حتى واحد شيء يعيش تمام، لو لا هم حتى الفقير ياكل. انا عامل صار لك بطال؟ والله صار لي شهرين بطال، من صارت هاي الاوضاع قاعد بطال، لا شغل ولا مشغله. اكو فرق بالاسعار بالموصل؟ والله اكو فرق. وين المحلات اللي غلت يعني كلامك؟ والله هاي المحلات اللي ترى عليها بالسوق مال مواد غذائيه مال هاي، هسه مثل الطماطه اليوم 500 البحر 750 الطماطه. هاي اللجنه فادت محافظه نينوى افاده كامله، واحد خلي يكون واقعي، بس اريد شيء واحد، التعويضات التعويضات، لان الناس ما تقدر تبني وترجع لمحلاتها بدون تعويضات. انا اساسا صاحب فندق، فندق هنا بشارع حلب، صراحه ما اقدر تعويض ماكو. يعني هاي اهم شيء، اريد يعني سيد المحافظ ان يهتم بالتعويضات. ليش هذا؟ على حسابنا. لا لا طيب يا طيب. هاي صار 60 لاصه. بعدين ما خرج رقابه صحيه وتعويضه. قال لهم عدوا عادي. ايش يعني ما يطلع 6 كلاس. اليوم خرجنا انا وبرفقتي اعضاء اللجنه الى اسواق الجمله في منطقه الفيصليه. اطلعنا على المواد الموجوده وعلى الاسعار ودققنا في الوصولات وصولات البيع، وجدنا ارتفاع بسيط في بعض المواد بسبب اختلاف سعر الصرف بالنسبة للدولار. تنقلنا بعدها إلى أسواق الجملة في الجانب الأيمن، أيضا أجرينا جولتنا في عدة محلات، شفنا أيضا الأسعار اعتيادية، وجود بعض المفردات أيضا بها زيادة لنفس الأسباب اللي ذكرتها. تنقلنا بعدها إلى محلات بيع العصير بمناسبة شهر رمضان اللي البرتقال والزبيب. فإحنا الآن أمام إحدى المحلات، وجدنا أنه النوعية زينة والسعر مناسب، ولكن الكمية قليلة في الكيس، فوجهنا صاحب المحل بأنه يزيد الكمية داخل الكيس. خرجت لجنة المراقبة لحالية الأزمة صباح هذا اليوم إلى منطقة الفيصلية، تجار الجملة والمحلات المقاربة لها، وتم الاطلاع على الأسعار من قبل اللجنة، وشاهدنا بعض الاختلافات في صرف الدولار ونقل البضائع من وإلى، ومن ثم انتقلنا إلى الساحل الأيمن منطقة باب سنجار طبعا أيضا لمحلات الجملة، والتقينا المحلات والمواطنين
وشاهدنا ايضا هم بعض الارتفاعات الموجوده في اسعار المواد الغذائيه اللي تستخدمها الناس في قوتها اليومي. وسالنا عن سبب انه ارتفاع الدولار ايضا، واكو متابعه كبيره وحثيثه من قبل اللجنه لكل ما يخص المواطن في محافظه نينوى.